حرصا من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر على تعزيز الجهود الرامية لتطوير أداء كافة الأجهزة الحكومية ونجاح تنفيذ مقتضيات برنامج التوازن المالي بكل سلاسة على مختلف المستويات بما في ذلك على صعيد الخدمة المدنية، ودعما لجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ البرنامج المذكور. فقد ارتاى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر بأن يتولى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الخدمة المدنية ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية لتنضوي تحت مجلس الخدمة المدنية. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن تشرفه بهذا التكليف مواصلة مسيرة الإنجاز التي حققها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المقر وعمل سموه الدؤوب في ترسيخ منظومة العمل في الحكومة، مؤكدا صاحب السمو الملكي ولي العهد أنه سيكون دوما السند والمعين لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للاستمرار في تطوير أداء السلطة التنفيذية وتحقيق طموحات جلالة العاهل المفدى حفظه الله. هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر قد بعث برسالة خطية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا نصها: صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعما منا لبرنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة ويتولى سموكم الإشراف المباشر على تنفيذه وتسهيلا لعملكم لتحقيق الأهداف التي استند عليها هذا البرنامج الطموح في مختلف محاوره، ومنها متابعة الأمور الفنية المتعلقة بالخدمة المدنية والمرتبطة ببرنامج التوازن المالي، فإننا نرى أن يعهد إلى سموكم رئاسة مجلس الخدمة المدنية وإتباعه ديوان الخدمة المدنية واتخاذ ما يتطلب ذلك من إجراءات قانونية وإدارية منظمة. إننا على يقين بأن مثل هذه الخطوة سيكون لها الأثر البالغ على الإسراع في تحقيق متطلبات التوازن المالي على صعيد الخدمة المدنية، وكلنا ثقة أن سموكم وبما شهدناه منكم من فكر مستنير وعزيمة وإصرار ستعززون من التطور والتنمية في الخدمة المدنية، سائلين المولى جلت قدرته أن يوفق سموكم لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن وشعبه ولتحقيق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وتفضلوا سموكم بقبول فائق الشكر والتقدير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء. وقد تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر رسالة شكر من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي أن أرفع إلى سموكم الكريم خطابي هذا مبتهلا إلى المولى جلت قدرته أن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة. تلقيت ببالغ الفخر والاعتزاز تطلع سموكم بشأن رئاسة مجلس الخدمة المدنية وتبعية ديوان الخدمة المدنية، وإنني لا أتشرف بهذا التكليف لمواصلة مسيرة الإنجاز وأكمال ما حققتموه بفضل حكمتكم وعملكم الدؤوب من ترسيخ لمنظومة العمل بالحكومة، وأتطلع بحول الله أن أكون دوما السند والمعين لسموكم في استمرار تطوير أداء السلطة التنفيذية للمساهمة في تحقيق الطموحات والتطلعات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه. هذا ونثمن عاليا جهود سموكم المبذولة للوطن وأبنائه، ونتطلع باستمرار للسير على خطاكم وسعيكم الوطني المتواصل بثبات ومسؤولية على طريق النجاح والتقدم والخير الذي أرسيتموه في منهج عملنا. ختاما،
أسأل الله العلي القدير أن يمتع سموكم بمفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية، ودمتم سموكم بعون الله سالمين موفقين. سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.